السلام عليكم. النهارده في موضوع جديد هنتكلم عن التطعيمات. اولا الموضوع مهم جدا، التطعيمات مهمه جدا، عامل زي بالظبط الطفل الصغير من غير تطعيم مناعه الكلى ما بتشتغلش، مناعه الطفل ضعيفه جدا عرضه لاي مرض. فهنتكلم عن التطعيمات، هم مش كتير، هم التطعيم السماني والسعار بس، مش كتير. هنتكلم عن اول حاجه السماني، هنتكلم عن اهميته وكده، بعد كده هنتكلم عن السعار، وهنتكلم برضه عن الرخصه في نفس الموضوع. الثماني بيكون بياخد الكلب على عمر 45 يوم، بيتكرر بعد كده بعد اسبوعين او ثلاثه، في الغالب بيكون اسبوعين، ده حسب الشد البتر اللي او في المستشفى او في العياده اللي فيها. سعره تقريبا بيكون حوالي 85 جنيه او 95 جنيه في المستشفيات الحكوميه. الثماني اتسمى باسم ده عشان هو بيعالج الكلب، او مش بيعالجه، بيديله مناعه ضد 8 امراض، اخطرهم البرف والديستمبر. بيكون اول تطعيم بتاخد معاه شهاده صحيه دي بتطلع من المستشفى بيثبت لك فيها تطعيمات للكلب، تمام، وبيقول لك تعالى بعد اسبوعين بتاخد تطعيم من السمانيه تاني، بتكرر السمانيه تاني عشان يفضل الجرعه نشطه في جسم الكلب. تقريبا بتفضل نشطه لحد حوالي مده شهر، يعني اول جرعه بتديله 15 يوم نشاط او 21 يوم، وتاني جرعه بتديله 15 او 21 كمان، تمام. بعد كده في سن 6 شهور بياخد جرعة السعار. جرعة السعار بياخدها مرة واحدة، بتاخد بعدها الرخصة. طبعا الرخصة بتكون تحتفظ بالشهادة اللي انت خدتها معاك بالثماني، تاخد فيها جرعة الثماني الأولى وجرعة الثماني التنشيطية اللي هي التانية، بعد كده تاخد فيها جرعة السعار وتاخد الرخصة وانت واقف، تمام، مفيش أي مشكلة ومبقاش فيها أي أزمة. الكلب بعد كده بيكرر التطعيم دوت مرة كل سنة. التطعيم بيكون حوالي 100 جنيه في المستشفيات الحكوميه المصريه، تمام. طبعا الموضوع يختلف، يعني يختلف اختلافات بسيطه بين العياده وبين المستشفى خاصه او كده. لو عياده بيختلف مثلا من حدود 20 ل 50 جنيه فرق عن المستشفى الحكومي، ولو خاصه او مستشفى خاصه بيختلف من حوالي 50 ل 100 جنيه عن المستشفى بعدها ثلاث ايام. في ناس بتقول ما تحموش لمده اسبوع عادي برضه، بعد كده ما بتلاقيش اي حشرات في الكلب. بالنسبه للروت والابرادور والدوبرمان، الثلاث كلاب دول نوعيات ضعيفه جدا، امراض كتير قوي، يعني اقواهم البرف، تمام، بتلاقي دايما بيعطس، دايما بيجي له برد، الحاجات دي. فاصحاب الكلاب ديت لازم تتابع مع دكتور باستمرار، ان في بعض الكلاب ديت وبعض الدكاتره بتنصح ان الكلاب دي تطعم اربع مرات مش بس مرتين، تمام. بس قابلوني في الموضوع الجاي ان شاء الله، تنشئه الجراوي لحد عمر من عمر 60 يوم لحد 6 شهور.